وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بتمثيل النادي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش الذي بدأ في الساعة 5. وتأتي الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش اليوم لاستعراض اللائحة ومناقشة بعض التعديلات التي من الممكن أن تطرأ عليها، وذلك وفقا لرؤية الجمعية العمومية وصالح اللعبة. وحرص طارق قنديل على دراسة لائحة اتحاد الاسكواش، وعقد اجتماعا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي والكابتن ناصر زهران المدير الفني للاسكواش للاستماع إلى وجهة نظرهما فيما يتعلق بتعديل بعض بنود اللائحة من أجل الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة للتعديلات التي تحتاجها وفقا لرؤية الأهلي ولضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأندية واللعبة على حد سواء. وفي أخبار الكرة الطائرة، يواصل أحمد قطب لاعب الفريق الأول الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أداء فقرات المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها في وقت سابق. ويؤدي قطب تدريبات علاج طبيعي مع تقوية للعضلات على أن يخضع لفحص طبي خلال الأيام القادمة لتحديد المرحلة الثانية من التأهيل. وكان قطب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق في بطولة إفريقيا، ويجرى تجهيزه للموسم المقبل. ومن الكرة الطائرة إلى كرة اليد، حيث قال محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق استعد جيدا لمباراة طلائع الجيش التي تقام حاليا في نصف نهائي بطولة كأس مصر. وأشار عادل إلى أن الفريق لديه إصرار كبير على تقديم أفضل أداء والسعي نحو الفوز من أجل المنافسة على لقب البطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين. وشدد عادل المدرب العام للفريق على أن مباراة طلائع الجيش صعبة وأمام منافس قوي ومنظم ويملك عناصر مميزة في كل المراكز. وشدد عادل على أن الفريق يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز والوصول إلى النهائي. حقق مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للسكواش المركز الأول ببطولة الأرجنتين المفتوحة للسكواش بعد الفوز على المكسيكي ليونيل كارديناس المصنف الثامن للبطولة والتي تبلغ مجموعة جوائزها 15,000 دولار. وأكد ناصر زهران رئيس قطاع الاسكواش والمدير الفني بالأهلي أن هذه البطولة تعد البطولة الثانية التي يفوز بها عسل خلال أسبوعين رغم أن عمره لم يتجاوز 17 عاما. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن ناصر زهران المدير الفني للاسكواش بالنادي الأهلي. كابتن ناصر أهلا بيك. أهلا مسافير. في البداية مبروك لكابتن مصطفى عسل، وياريت تكلمنا أكتر عن الإنجاز اللي حققه. طبعا احنا بنبارك لمصطفى عسل وبنبارك للنادي الاهلي رئيس ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني. يعتبر انجاز لم يسبق من بعد ان اللاعب عمره 17 سنه والنادي الحمد لله يمكن هو النادي اللي بعته يشارك في هذه البطولات حوالي 4 بطولات. شارك فيهم 2 يمكن هو اصغر لاعب على مستوى العالم حقق في البي اس اي اللي هو بلاير اسكواش اسوشيشن او الاتحاد الدولي للاعبين الدوليين بطولتين متتاليتين في اول مشاركه ليه خارج مصر. دي ما حصلتش في اي حاجه طبعا بالاضافه الى انجازات النادي الاهلي بالاضافه الى انجازاتنا الحمد لله ان لعبنا يكون اول لاعب حقق بطولتين متتاليتين في اول مشاركتين ليه خارج مصر. طبعا بنبارك له وبنبارك لحضرتك. كابتن ناصر، يا ترى حضرتك شايف ان قطاع الاسكواش حقق المطلوب منه في الفتره الاخيره؟ الحمد لله يمكن احنا الحمد لله في الاسكواش بقى لنا 2 سنين دلوقتي مع الجهاز الفني والاداري والتدريب الحمد لله احنا حققنا
انجازات كبيره جدا خلال السنتين دول. هنقدر نقول النادي الاهلي ما كانش موجود على الساحه من 3 سنين او 4 سنين، نظرا ان هو ما كانش فيه مجمع كامل للنقاش وكنا بنتمرن خارج النادي، ولكن من ساعه ما عندنا المجمع اكبر من احسن مجمع موجود في مصر الان ومن احسن المجمعات على مستوى العالم، حققنا الحمد لله المركز الثالث، والسنه دي كمان حققنا المركز الثالث سنتين متتاليتين ترتيب على نفس مستوانا. طبعا دوت احنا عايزين نقول الانديه الثانيه بدات بينا في اعداد اللاعبين واكتساب لاعبين اخرين وخدت افضل لاعبين على مستوى مصر مع الانديه بتاعته، فاحنا بدانا نجيب اللاعبين وتعاقدنا مع مصطفى عسل دوت كان السنه اللي فاتت، تعاقدنا مع جريم عبد الجواد بطل العالم، تعاقدنا مع ياسر عادل. الحمد لله اداره النادي والنشاط الرياضي واقفين معانا وقفه كبيره جدا ومستنديننا مسانده كبيره جدا. الحمد لله بطولات الفرديه حققنا مصطفى عسل زي ما حضرتك نرجع على الشاشه حقق 14 كاس في بطوله 17 و19 سنه، ده انجاز اخر لطبق باذن الله. لاعب ان شاء الله عنده بطوله عالم جاي شهر 7، هنضيفها ان شاء الله الى خزانه النادي الاهلي بطوله عالم بتاع 19 سنه ان شاء الله. بنتمنى له كل التوفيق طبعا. استاذ ناصر زهران مدير الفني للسكواش بالنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا.